ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان هتكلم عن تطبيق زي تيك توك او كي واي او اي تطبيق مشبوه او سيء السمعة زي ما بيقولوا. التطبيقات اللي بتبعت فلوس للناس علشان تروج ليهم انه يتحمل على الموبايلات ويستخدموا اكبر عدد ممكن، والناس مش فارقة معاها ولا حلال ولا حرام ولا حتى مشبوه، المهم عندهم حاجة واحدة بس، الفلوس. احنا الايام دي بقينا بنشوف العجب. لو تفتكروا معايا زمان كانت اقذر شتيمة ممكن الواحد يقولها لحد يا ابن الرقاصة. ايوه زي ما سمعت كده، يا ابن الرقاصة، دي كانت اقذر شتيمة كنا بنسمعها على ودنا زمان. بس دلوقتي في جيل كامل ما عندوش مشكلة ان امه تبقى رقاصة بدام على التيك توك مش في الكباريه، علشان ماما كول واوبن مايندد والكلام اللي انتوا عارفينه ده. لو تفتكروا معايا زمان شراب الشعير قعد سنين ما بيتباعش عشان الناس كانت خايفة ليكون فيه كحول، لكن دلوقتي عادي بنشوف الخمور والمخدرات متوفرة وموجودة في كل مكان. زمان لما كنا بنلاقي ربع جنيه في الشارع كنا بنجري على طول نحطه في صندوق الجامع علشان كنا خايفين يكون حرام، لكن دلوقتي كله بيتذلل اللي يعرفه واللي ما يعرفوش علشان ينزل تطبيق مشبوه يكسب من وراه ولو حتى 10 جنيه. التحول المرعب ده هيخرج اجيال من الكائنات البشرية ما عندهاش حدود تقف عندها. الكائنات دي هتبقى زومبي بياكل كل اللي حواليه بدل ما فيش حدود تمنعه عندها. بس احنا طبعا مش هنقول كده عشان كلنا لازم نبقى ايه، كول ومش متخلفين. معلش طولت عليكم في البداية شوية بس ماشي، يلا بينا. في سبتمبر 2016 انتجت شركة بايت دانت الصينية تطبيق دوين. التطبيق فيه فيديوهات مرئية توقيتها ما بين 3 ثواني لدقيقة وبتوصل لـ3 دقايق في بعض المستخدمين. في 2018 اتطورت النسخة مع تطبيق ميوزيكلي اللي انتجته نفس الشركة واصبح بعدها اسمه تيك توك. وبدأ التطبيق يتعرف في العالم كله وتم تنزيل اكتر من 3 مليار نسخة من التطبيق. دخلت الشركة في صراعات مع الولايات المتحدة الامريكية بحجة ان هي كانت عايزة تلغي التطبيق بسبب ان ادارة تيك توك بتراقب وبتسرق بيانات المستخدمين، واكتر من دولة حظرت التطبيق عندها زي اندونيسيا وبنجلاديش وباكستان. وعقبالنا يا رب ان شاء الله في الفترة اللي جاية. التطبيق في حد ذاته مش بيخوف، لكنه اداة يمكن استخدامها في الخير او الشر، بس للأسف استخدم في الشر اكتر، وكل واحد طبعا على حسب ميوله وتفكيره وطريقة واسلوب حياته. مع انتشار التطبيق استخدمه البعض بصورة غير اخلاقية، دمرت العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية الثابتة اللي تربي عليها في مجتمعاتنا، وخرجت أسوأ ما فينا من أخلاق كلها بسبب شهوة الفلوس والشهرة. الفترة الأخيرة كمية رسائل وبوستات ملهاش عدد كلها بتدور على الفلوس بتاعت التيك توك، ده غير الكلام المباشر من الناس الحلوة بتاعتنا اللي بتقولك انت نزلت تطبيق التيك توك ولا لا، طب ما تجيب انزلولك ده انا هكسبك كذا وكذا وكذا. انا عاوز الناس تسمع الحديث ده كويس وتفهمه جدا، علشان لازم تعرف انك بتساعد على نشر برنامج بيدمر مجتمع بأكمله. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. برنامج بينشر العري وانعدام الحياء مقابل فلوس، والله لا تسمن ولا تغني من جوع علشان فلوس حرام. وعاوز الناس دي كمان تعرف حاجة، إن في مثل بالبلدي كده بيقولك الحداية مش بتحدف كتاكيت، يعني الناس اللي عملت البرنامج دي وغيره مش بيدفعوا المليارات دي عبثا. ايوه عبثا المكتوبة على التيشيرت، بس خليك في حالك وركز. الفلوس دي بقى نجم بيدفعوها او بياخدوها منك اضعاف اضعاف، ده كفاية ان انت بتدمر بيها مجتمعك ودينك وبتنشر الفساد ده بين الناس. في ناس تانية بتقولك يا عم انا مش هتفرج على حاجة، انا هحمله بس واحذفه واخد الفلوس. حبيبي انت في كل الحالات حذفته او ما حذفتوش الشركة اخدت من وراك فلوس. العلماء كمان افتوا ان الفلوس دي حرام ونشر البرنامج حرام، لان انت بتنشر فساد في الارض. لديك دليل جازم قاطع، هل تعلم علم اليقين أن أصدقائك الذين ستدعوهم إلى التيك توك سيستخدمونه فيما حرم الله؟ لو أنت عارف ده لا تدعوهم، ولو دعوتهم يبقى حرام عليك. الاشتراك في التيك توك والدعوة إليه محرم، ولا يجوز أن تشترك فيه أو أن تدعو الناس إليه. طيب واحد يقول يا شيخ أنا بس أبحث عن بعض القنوات النافعة والمفيدة، أقول لا داعي لذلك، الحمد لله هناك برامج أفضل وخير منه لا يوجد فيها عري ولا رقص. يعني مش كفاية أن أنت هتاخد وزر أنك بتتفرج، لا هتاخد وزر كل واحد حمل البرنامج عن طريقة، وتيجي بقى يوم القيامة يا بطل ومعاك ذنوب قد كده وأنت مش عارف جات منين. الله عز وجل بيقول: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الخلاصة الطريق ظاهر وواضح جدا للجميع، وانت بقى يا نجم يا حبيب قلبي
شوف هتمشي في ايه. انا خلاص خلصت. السلام عليكم.